طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نناقش الهيت ترانسفير ميكانيزم في الاوفن في الفرن، سواء كان مايكرويف اوفن او كونفنشنال اوفن. فانا عندي نقول عندي تو كيسز، مايكرويف اوفن والكيس الثانيه الكونفنشنال اوفن. كونفنشنال حاجه التقليديه. فانا عندي في المايكرويف عندي حاطط الاكل بتاعي على طبق. بيحصل ايه في المايكرويف؟ بيحصل مفيش تسخين بعمل بكونفكشن، ما بيحصلش مثلا كومبشن لماتيريال فيطلع الفيول ده يطلع حراره، الحراره دي تنتقل للاكل والهواء ده ما بيحصلوش ما بيعملش كونفكشن للهيت ترانسفير. انما اللي بيحصل ان انا عندي ديفايس زي لمبه بتطلع الكتروماجنتيك ويفز، مايكرو ويفز. المايكرو ويفز دي بتروح الاكل اللي موجود عندي في الطبق. المايكرويفز دي معمول الويف لينث بتاعها بشكل ان هو يعمل اكسايتنج للميه او للفاتس او الحاجات اللي بتبقى موجوده في الفود، لكن الماتيريال اللي حواليها سواء الهواء او حتى الطبق ممكن ما يتاثرش بالمايكرويفز، ما يحصلوش اكسايتمنت. فلما يجي لها الانرجي اللي جايه من بالراديشن، هي نوع من الراديشن عند ويف لينث معين، فبتبدا تسخن، يحصل لها الانرجي بتاع المولكيولز، الووتر مولكيولز او الفات مولكيولز او كده، تبدا الكانت انرجي بتاعها تزيد، فالتمبرشر بتاعها تزيد، فبيسخن الاكل. فبالتالي هو سريع جدا لان انا مش محتاج اوصل، ما فيش عندي ميديوم. اول ما بفتح المايكرويف على طول الويفز بتوصل للاكل والاكل بيبدا يسخن فورا. طبعا بعد ما الاكل بيسخن ممكن التمبرشر فرق ما بينه وما بين الهواء اللي حواليه يؤدي الى ان الهواء يسخن او الطبق يسخن، بس ده مش ناتج بسبب المايكرويفز، ده ناتج بسبب ان الاكل نفسه سخن الاول. فعشان كده هو سريع جدا، وده الميزه الكبيره بتاعه. بالنسبه للكونفنشنال ان بيبقى عندي مثلا سواء نار من فوق من تحت او الكتريكال هيترز، والاكل بحطه فيه لازم يحصل انتقال حراره من الحاجه اللي التمبرشر بتاعتها عاليه هاي تمبرشر الى الاكل اللي التمبرشر قليله، فبيحصل انتقال حراره عن طريق الهواء اللي موجود. الهواء الاول لازم يسخن ويبدا يتحرك، يحصل هي ترانسفير باي كونفكشن، فيحصل الهواء يتحرك حوالين الاكل ده، طبعا ناتشرال كونفكشن. ممكن طبعا يبقى في بعض الافران يبقى فيها مراوح، مروحة الهدف منها انها تعمل فورس كونفكشن. احنا قلنا الكونفكشن ممكن يكون ناتشرال، الكرنتس بتتحرك لوحدها بسبب اختلاف درجات الحرارة، بسبب اختلاف درجات الحرارة بتعمل اختلاف في الدنسيتي بتاعت الهواء، فالهواء السخن يطلع لفوق والهواء البارد ينزل لتحت، فدي بنسميها ناتشرال كونفكشن. او الفورس كونفكشن لما يكون انا بحط باور بحيث ان انا اعمل حركة للفلويد. ففي كونفكشن بيبقى فورس كونفكشن جوه الافران او ناتشرال كونفكشن، بس ده طبعا ابطا شويه لان محتاج كذا دقيقه، شويه وقت على بال ما الهواء يسخن وبعدين يتحرك ويوصل للاكل، 5 دقائق 10 دقائق حسب. فطبعا احنا ده الفرق ما بين المايكرويف اللي هو سريع جدا والكونفنشنال اوفنز.